السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. والواحد بيسعد حينما يرى وجوه إخوانه في الله. ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، طبعا لا يمكن هيكون في حد منكم فاتوا ساعة الإجابة إلا قبل مغرب الجمعة، صح ولا لا؟ كلنا اقتنصنا الوقت ده ولا لا؟ ها، اللي اقتنص الوقت ده كده نص ساعة كده دعاء يرفع ايده كده، اللي خطف ال انا مش واخد بالي، يبدو ان انا ايه يعني مش شايف كويس. اللي يا جماعة ان شاء الله بإذن الله ما ضيعش ربع ساعة دعاء على الاقل قبل المغرب يرفع ايده كده. انتوا بتتكلموا بجد يا اخواني؟ ده احنا هنتكلم في اسم الله البر يا جماعه، اسم الله البر. انا كنا من قبله ايه؟ ندعوه انه هو البر. يعني ربنا قرن في القران ما بين الدعاء وما بين اسم الله البر، كان المعنى لو عايز تعرف بر ربنا ارفع ايدك وقول يا رب. وكان المعنى انهم لما شافوا بر ربنا بيهم في الدنيا رفعوا ايدهم وطلبوا الفردوس الاعلى في الاخره، وقالوا اللي اكرمنا ببره كل هذا الاكرام يقينا يقدر يدينا كل حاجة ويقدر يعمل لنا كل حاجة. اسم الله البر، المعاني العشر لاسم الله البر. يعني طبعا هما مش عشر معاني يا جماعة، هو معاني اسم الله البر اكتر من كده، ولكن لان المرة اللي فاتت احنا الوقت ما كفاش ان احنا نتكلم في كل معاني اسم الله البر، فاحنا المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هنلخص سريعا معاني اسم الله البر. ولما بقول المعاني العشر مش معناه انهم عشرة بالضبط يعني، ولكن هذا من باب التقريب في اللغة، من باب التقريب. عدوا معايا بقى معاني اسم الله البر وركزوا عشان نشوف الاسم الذي لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، ولم يذكر إلا من داخل الجنة. يعني الاسم ده جاي لنا من الجنة يا جماعة، يعني الاسم ده أهل الجنة قالوه لما شافوا ربنا عمل لهم ايه في الجنة. قالوا يعني انت عارف لما واحد يقول يا من انت كريم يا رب، يا من انت بر يا رب، قالوا انه هو البر، انه هو البر الرحيم. يبقى اذا عايزين نشوف الاسم اللي اهل الجنة قالوا انهم نجوا بسببه. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر، وفي قراءة انه هو البر اي لانه هو البر، كأنهم بيقولوا ان احنا نجينا بسبب اسم الله البر، احنا نجينا بسبب بر ربنا بينا، احنا نجينا بسبب الدعاء بسبب كلمة يا رب. لو نعرف قيمة كلمة يا رب، بس في ناس مش هتعرف قيمتها غير في الدار الآخرة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عدوا معايا بقى معاني اسم الله البر. واحد، ذو الإحسان البالغ العظيم. اتنين، ذو الإحسان المتوالي المنهمر. تلاتة، ذو الإحسان الخالص الكامل. أربعة، الذي لا يقطع الإحسان بالعصيان. خمسة، الذي يبر وعوده ولا وعد يخلفه. ستة، الذي يبر دعاء عبده ولا دعوة واحدة بس ليك لا يستجبها أو يضيعها عليك. سبعة، الذي يبر عبادتك ولا سجدة ولا تسبيحة إلا وهتشوف ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. تمانية، الملاذ والملجأ والغوث. تسعة، المصلح المطهر. عشرة، الذي يصلك ولا يقطعك. حداشر، الطاهر الطاهر. اتناشر، كل دي معاني الاسم الله البر يا جماعة. 12، حسن المعاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وفي معنى 13 يعني وهو ذو الإحسان الذي بلا حدود، الذي بلا حدود، ذو العطاء الذي بلا حدود. يعني 13 معنى اللي نقدر نتكلم عنه منهم النهاردة. نتكلم
ونبدأ بذو الإحسان البالغ. يعني إيه ذو الإحسان البالغ يا جماعة؟ يعني لما كنا قاعدين كده وواحد قال لنا إن هو في واحد راجل غني من رجال الأعمال اللي ربنا فتح عليهم قوي، بيطلع كل يوم على صباحية ربنا كده كل يوم 90,000 جنيه صدقة، فتعلقت العيون والقلوب، يا ترى الراجل ده مين؟ ده يعني تخيل كده لو واحد جه قال لك في راجل من رجال البر، خد بالك اسم الله البر، واربط ما بين اسم الله البر وما بين يقول لك ده من رجال البر والإحسان، جمعيات البر. تخيل انت كده يقول لك واحد من رجال البر بيتبنى الشباب اللي لسه متخرج يجوزهم ويشغلهم ويفتح لهم مشاريع، انت قلبك هيتعلق بيك قد ايه؟ تخيل يا جماعه اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق، فما بالك ببر الخالق بالمخلوق. يعني احدى النساء في جمعيه من الجمعيات الخيريه بتقول جالها واحد غني قال لها هاتيلي فقير، فقير بقى يقعد مع الفقير ويساله سؤال واحد، نفسك في ايه؟ ده اسمه راجل بر، اللي بيطلب حاجه بياخدها، ده اسمه راجل بر. اذا كان بر المخلوق بالمخلوق وصله ان يحقق له امانيه، يحقق له رغباته. ياما ناس انقذ مستقبلها بسبب بر واحد بيها. اذا كان هذا بر مخلوق بمخلوق، امال بر الخالق بالمخلوق؟ يا اخوانا احنا ساعات نشوف ابن بيبر امه وابوه بر لدرجة ان الناس كلها بتنبهر ببره بيهم. اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق، امال بر الخالق بالمخلوق؟ ماذا لو برك الله؟ ماذا لو غمرك الله ببره؟ ماذا لو اعطاك الله بره؟ ماذا لو غمرك الله بعطائي واحسانه؟ اسم الله البر بيطمعك، بيطمعك في احسان ربنا. لو انت فقير، لو انت مريض، لو انت عندك مشكلة، لما بتروح الراجل من رجال البر تقول له يا ايها الرجل الطيب انا عندي كذا وكذا، يقوم يديك او يساعدك او يحللك مشكلتك. طب تخيلي بقى الله البر، اسم بيطمعك في احسانه. لو انت مريضة، لو عندك مشكلة، اسم بيطمعك في عطائه، اسم بيطمعك في اكرامه. الاسم ده يا جماعة ذكر مع الجنة. اهل الجنة ذكروه امتى؟ لما الراجل لقى اولاده جايين عليه رغم ان هو مقام وهم مقام، مراته داخلة عليه رغم ان هو مقام وهي مقام، ابوه وامه داخلين عليه رغم ان كل واحد فيهم مقام. لما ربنا وصلهم، لما ربنا متعهم، لما ربنا فرحهم، لما ربنا اداهم تاني اعظم نعيم في الجنة بعد نعيم النظر لوجه الله، وهو نعيم الوصل ونعيم الانس ونعيم المتعة ونعيم الحياة الاجتماعية، قالوا انه هو البر الرحيم. اسم بيقلب حياتنا وبيغير حياتنا اخوانا. يبقى اول معنى ذو الاحسان البالغ، ذو الاحسان العظيم. عشان كده ربنا لما ذكر بر الوالدين قال ايه؟ فلا تقل لهما ايه؟ ها؟ اوف، مفيش حرف كده ولا حتى يعني نفس يخرج منك في دي. ولا تنهرهما النار، انت ممكن تقول لهم كلمة تشرخ بها نفسيتهم، ولا كلمة وحشة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شوف لدرجة ايه البر، وقل رب ارحمهما، ده انت بتدعي لهم في حياتهم وبعد موتهم كمان، كما ربياني صغيرة. يعني وقل لهما قولا كريما، نقي الالفاظ اللي انت بتقولها وانت بتتعامل معاهم. تخيل البر اللي ربنا امر المخلوق انه يبر بيه المخلوق، يعني البر ده يا جماعه معناه الاحسان البالغ. عشان كده في الجنه قالوا اسم الله البر. ليه؟ لان الجنه اتغمروا بعطاءات ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكلام ده لو انت ما تفاعلتش معاه وعرفت تكسب من معاملة ربنا ازاي بيه، يبقى انت ما انتش عارف تستفيد من اسماء الله الحسنى. يا جماعة، يا اخوانا، اهل الجنة بيقولوا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، اي لانه، يعني اسمين من اسماء الله كانوا سبب نجاتهم. يعني معرفتهم لله باسمين من اسماء الله الحسنى هم السبب في اللي وصلوا له واللي هم فيه في اعلى نعيم الجنة. يعني اسمين من اسماء الله الحسنى خلوهم في الفردوس الاعلى، امال اللي يعرف ربنا معرفة كاملة؟ امال لو اجتهدنا في معرفة الله سبحانه وتعالى، ده عرفوا البر الرحيم سكنوا في منازل المتقين في الفردوس الاعلى. امال بقى لما نتعرف على اسماء الله بجد ونعرف ربنا بجد، يبقى اول معنى ذو الاحسان البالغ. المعنى الثاني
الذي لا يخلف وعدا من وعوده، البر الذي يبر وعوده. يعني ايه الذي يبر وعوده؟ ولا وعد ربنا يخلف يا جماعه، ولا وعد من وعود ربنا. لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا دخل النار وما خافش، لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا وقف في وش النمرود وما خافش، لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا وقف في وش قومه وما خافش. لو صدقنا ربنا سبحانه وتعالى، لو احنا صدقنا ربنا لن تغرينا الدنيا وتنسينا الجنة، لان احنا مصدقين وعود ربنا في الجنة. لو صدقنا ربنا لن تكسرنا ابتلاءات الدنيا، لان احنا مصدقين وعود ربنا ان كل حاجة بتحصل لنا خير وان ربنا هيفرج الكرب. لو صدقنا وعود ربنا يا اخوانا مش هنتهزم قدام اهل الباطل ونستصعب ان احنا ننتصر عليهم، لان احنا مصدقين ربنا. لو صدقنا ربنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، انك انت توقن ان ربنا وعدك وعود كتير قوي. وقال الشيطان لما قضي الامر، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ان ربنا وعدك، انت مصدق وعود ربنا، مصدق وعود ربنا عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، مصدق وعود ربنا في القبر، افسحوا له مد بصره فيأتيه من روحها وطيبها، مصدق وعود ربنا. لو صدقت وعود ربنا في القبر، مش القبر في الاثر، اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. يعني تخيل كده لما كنا واقفين الاسوادة في الزرة للمقابر قدام قبر سنة 1954، قلنا ياه، يعني ممكن الراجل ده من سنة 1954 وهو عايش في الساحل الشمالي، وهو عايش في مارينا او عايش في شرم الشيخ، من سنة 54 وهو بيتنعم. وده ايه؟ ده مارينا وشرم الشيخ، دي روضة من رياض الدنيا، مش روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. الراجل ده ممكن يكون في بركان بيغلي عليه من سنة 54، ممكن يكون في فرن من افران الحديد اللي بيدوب المعادن في سنة 54. يعني لو صدقنا ربنا يا جماعة، كنت بقول للاخوة احنا واقفين قدام القبر، بقول لهم تخيلوا ان ده مش قبر، ان دي شاشة عرض. انت اليقين اللي جواك خلاك تشوف اللي جواها صوت وصورة. لما تخرج من هنا حالة قلبك هيبقى شكلها ايه؟ مشكلتنا ان احنا نصدق يا جماعة. لو صدقنا وعود ربنا بالعبادة، بالعبادة واحنا خارجين من رمضان، فاكرين من 5 سنين لما وقعت صخرة الدواقي على 600 بني ادم، صحينا الصبح 600 بني ادم تحت جبل المقطم وقع عليهم صخرة في منطقة الدواقي في القاهرة. 90 مليون بني ادم في مصر الدفاع الاجتماعي بتاعهم، والدفاع المدني والجيش والشرطة والانقاذ وشركات المعمار، محدش عارف يشيل الصخرة عن 600 بني ادم، في حين ان لما نفس الصخرة وقعت على 3 جوه كهف في جبل وقالوا يا رب توجهوا الى الله بصالح اعمالهم، ربنا فتح لهم الصخرة. قلت سبحانك يا رب، قوة العمل الصالح، قوة العبادة، قوة السجدة في الثلث الاخير من الليل، قوة صيام كل اثنين وخميس، قوة الصدقة، قوة غض البصر، قوة الدعوة الى الله، اقوى من قوة 90 مليون بني ادم ما عرفوش يشيلوا صخرة، والعمل الصالح لما توسلوا بيه الى الله شال الصخرة. يعني ان احنا نفهم يا جماعة، مصدقين ربنا. لو انت مصدق وعد ربنا في الثلث الاخير انه بيتنزل وبيستجيب الدعاء هتنام. لو انت مصدق ان بين الاذان والاقامة الدعاء لا يرد، شيك على بياض، هتضيع الوقت وتصلي الفرض قبل الفريضة اللي بعدها. لو انت مصدق ان سبحان الله العظيم وبحمد بنخلة في الجنة ذهب الدنيا كله ما يعملهاش، هتضيع لحظة من عمرك من غير ذكر. لو احنا مصدقين ربنا يا جماعة، لو مصدقين وعد النبي عليه الصلاة والسلام للي بيشتغل في الدعوة الى الله، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها. نضر يعني ربنا يعيشه في نظرة النعيم في الدنيا قبل الاخرة، يعني ربنا يكرمه ويرزقه ويفتح عليه في الدنيا قبل الاخرة. لو احنا مصدقين وعود ربنا لنا في الابتلاءات، انتوا عارفين ليلة العيد ليه؟ ليلة العيد اكتر ليلة بيعصى فيها ربنا، لان الشباب كله معاه فلوس، لان الشاب لو عايز يعمل حاجة هيعملها، لو عايز يأجر عربية هيأجرها، لو عايز يشتري اي زجاجة خمرة هيشتريها، لو عايز يشتري حقنة هيروين هيشتريها. لما الامة قدرت تعصي ربنا عصت ربنا،
لما الأمة قدرت تعصي ربنا الفجور انتشر في الشوارع يا جماعة. يبقى لما ربنا يبتليك ويقولك ان الابتلاء ده خير ليكي، صدقي ربنا بقى، صدقي ان ممكن يمنع عنك الدنيا عشان خير عظيم ليكي في الدنيا وفي الآخرة. ماذا لو صدقنا الله يا جماعة؟ لو صدقنا وعود ربنا في ثمرة العبادة، لو صدقنا وعود ربنا في ثمرة الدعوة، لو صدقنا وعود ربنا سبحانه وتعالى في ثمرة الدعاء، لو صدقنا وعود ربنا لعاقبة المعصية بالنسبة للي بيعصي ربنا. وحسبوا ألا تكون فتنة، كل ما الواحد يعدي ويشوف المصائب اللي المجتمع عايش فيها ونار الابتلاءات اللي عادت مقفولة على كل بيت بل في وسط الشوارع، يذكر قول الله سبحانه وتعالى إن ذكرنا وحسبوا ألا تكون فتنة. عصوا ربنا وحسبوا إن مفيش عقوبة تنزل، عصوا ربنا النساء تبرجوا وحسبوا إن مفيش حاجة اسمها عقوبتها تنزل بالعنوسة ولا سرطان الثدي ولا لا تصيبن المتبرجات منهن خاصة. المجتمع غيب شريعة ربنا وحسب ان الفقر مش هينزل، وان الذل قدام الدول في العالم مش هينزل، وان التخلف في كل حاجة والشحنابة بين المسلمين مش هينزل. وحسبوا الا تكون فتنة، لما بشوف الازمة الاقتصادية في العالم كله، وحسبوا الا تكون فتنة، وحسبوا فعموا وصموا خلاص مش عايزين يسمعوا دين، مش عايزين يسمعوا موعظة. يبقى المعنى التاني لاسم الله البر، الصادق في وعود. لو انت جمعت كده من القرآن كل وعود ربنا عند الموت، ووعود ربنا في القبر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، ووعود ربنا في الجنة بما لا عين رأت ولا اذن سمعت، ووعود ربنا في الدنيا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ووعود ربنا في النفسية ان اللهم اني اسألك عيشة هنية، ووعود ربنا في حب الناس ليك اقبل الله عليك بقلوب عباده. لو صدقنا وعود ربنا في صحتك وعافيتك ورزقك وسعادتك ونفسيتك ودنيتك واخرتك ودينك، لو صدقنا وعود ربنا يا جماعة مش ده هيبقى حالنا. يبقى المعنى التاني لاسم الله البر، الذي لا يخلف وعدا واحدا. المعنى التالت لاسم الله البر، الذي يبر دعاء عبده. يعني ايه يبر دعاء عبده يا جماعة؟ يعني ولا دعوة واحدة يضيعها عليك، ده معنى خطير جدا. عشان كده قالوا ان كنا من قبله ايه؟ ندعو انه هو البر. يبقى ربط اهل الجنة ما بين اسم الله البر وما بين الدعاء، قالك ان من بر الله، ما هما في الجنة لقوا ان ما فيش ولا مرة قالوا يا رب الا والدعاء استجيب، لقوا ان ما فيش ولا مرة رفعوا ايدهم لربنا الا وخدوا بيها عطاء في الدنيا او في الاخرة. فعرفوا يعني ايه البر. الذي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النخلة، وكذلك المؤمن، اسمع بقى الكلمة الرهيبة دي، اسمع الكلام المهول في احاديث الدعاء ده ايه، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. الله اكبر، ولا دعوة واحدة. والنبي شبه هنا الدعاء بورق النخلة، يعني الورق بتاع النخلة ده اللي النخلة طلعته الورق، كأن الدعاء ده ثمرة حياتك يا ابني، كأن الدعاء ده هو اللي هيخلي حياتك خضراء، كأن الدعاء ده كلمة الخطيرة، الحديث الخطير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا اخواني حينما قرأته تعجبت، لما بفتح في خط الواتساب في مشاكل افتح لي قلبك واقعد اقرأ في مشاكل بعض الناس كده اولياء افتكر الحديث ده على طول. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام في ناس فعلا عندها مشاكل خطيرة لدرجة ان الواحد بيفكر ان لما واحد يبعت لك او يبعت لنا مشكلة بسيطة اقوم ما ردش عليه، اقوم اصور له مشكلة من المشاكل الصعبة بتاعت الناس اقوم بعتاله، كأن احنا بنقول له طب بص بس الناس عايشة في مشاكل شكلها ايه قبل ما تعتبر اللي انت فيه مشكلة، ده انت تحمد ربنا ان انت ابتلاءاتك للدرجة دي. لما بنروح مستشفيات نزور المرضى اقول لهم يا جماعة احمدوا ربنا في نفس المستشفى اللي انتوا نايمين فيها ده ايه، في ناس لو انتوا عرفتم حالتهم هتسجدوا لربنا شكر على الابتلاء اللي انتوا فيه، لو انتوا عرفتوا اللي هم فيه هتسجدوا لربنا شكر على اللي انتوا فيه، ان الحمد لله رب انها جت على قد كده. يعني يا اخوانا
حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قوم مبتلين، لما مر على قوم مبتلين يعني ناس عندهم مشاكل ومصايب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة غريبة جدا، قال كلمة تعلق قلوبنا بالدعاء تعليق رهيب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. النبي بص لهم كده، يا المنظر ده منظر ناس ما بترفعش ايدها وتقول يا رب، المنظر ده منظر ناس ممكن في الساعة اللي قبل مغرب الجمعة تتكلم في التليفون او تتفرج على اي حاجة وتنسى ترفع ايدها وتقول يا رب. المنظر ده منظر ناس ما تعرفش يعني ايه النص ساعة اللي قبل الفجر اللي بيتنزل فيها الملك. المنظر ده منظر ناس ما بتعرفش يعني ايه ترفع ايدها ما بين الاذان والاقامة. اما كان هؤلاء يسألون الله العافية. المنظر ده منظر ناس ما فيش في حياتها عبادة الدعاء، فافترستها الابتلاءات ولم يدفع عنهم الابتلاء عبادة الدعاء. يبقى الذي يبر الدعاء وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، لا تسقط له دعوة. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا جميعا نسألك يا كريم الفردوس الأعلى. أقول سبحان الله، إذا كان كلمة يا رب بتجيب الفردوس الأعلى، إيه اللي بعد كده كلمة يا رب ما تعملوش؟ وانت عمرك ما بعملك تجيب الفردوس، انما بكلمة يا رب تجيب الفردوس. يعني انت العمل بتاعك لو انت عبد صالح قوي قوي قوي، عربية مرسيدس ما تعرفش تروح امريكا في 5 دقايق، انما الدعاء عامل زي صواريخ عابرة للسماوات، صواريخ عابرة للسماوات تطلع وتفتح لها ابواب السماوات حتى تصل الى عرش الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الثالث للبر الذي يبر دعائك، اللي ولا دعوة هتدعيها الا وهيستجيب ليها، وفي الاخرة هتعرف قيمة الدعاء. المعنى الرابع للبر الذي يبر عبادتك، ده معنى جميل قوي يا جماعة. في اثر عن سيدنا ادم لما الملائكة يعني لما ادم حج بنى الكعبة، واول من حج بقى سيدنا ادم، فأثر أن الملائكة قالت له لما رأت بقى حجه وبره في العبادة وقوته في العبادة، فقالت له: بر الله نسكك. بر الله يعني ايه بر الله نسكك؟ يعني ايه ان ربنا يبر عبادتك؟ ان ربنا يغمرك ببره جزاء عبادتك. الله اكبر. عشان كده اسم الله البر ده يا جماعة يفرح قلبك، اسم الله البر ده يملأ قلبك فرح وامل واستشراف لعطاء الله. اسم الله البر ده يملأ قلبك لهفة على بر الله بيك. ماذا لو برك الله؟ اخوانا ده يعني شوفوا لما قالوا التموين الشهري هيحصل فيه شوية مشاكل، الناس ضجت قد ايه. هو ايه التموين الشهري ده؟ الدعم الحكومي على السلع الاساسية، ده بر الحكومة بالفقراء من المجتمع. تخيل بقى لو فجأة كل الجمعيات الخيرية قفلت في مصر، 20% من الشعب المصري عايش على معونات الجمعيات الخيرية، خدوا بالكم، كل الجمعيات الخيرية قفلت، وكل الدعم الحكومي على السلع والتموين اتلغى، وكل رجال البر ماتوا، اللي لما كان في أسرة فقيرة ممكن حد يروح لهم ولا حد يقصدهم. تخيل ممكن تحصل مصيبة في الدنيا قد ايه. اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق لو اختفى لحدث الكارثة، امال بر الله لو رفع عنا يحصل ايه؟ عارف يعني ايه بر الله؟ كل مرة اجاب دعائك بيبرك، كل مرة صدق وعده معاك بيبرك، كل مرة نصر الامة في معركة عبر التاريخ لما رجعت لدينها فمن اثار اسم الله البر، كل مرة اغاثك، كل مرة نجاك، كل مرة اكرمك، كل مرة احسن اليك، كل ده من اثار اسم الله سبحانه وتعالى البر. متخيل؟ عشان كده جت فترة زمان كده كل واحد يقول انا عايزك في مشكلة، انا عايزك في حاجة، في حاجة كده عندي بعد كذا يوم واحتاجك فيها، اقول له ماشي ماشي حاضر حاضر، وانا اصلا ممكن يكون مستثقل ان انا اعمل الحاجة دي، بس انتوا عارفين كنت بقول حاضر للجميع ليه؟ لان من الخبرة الواقعية لقيت
ان 95% من مشاكل البشر بتتحل قبل اي تدخل بشري ما يدخل فيها. ده اسم الله البر يا جماعة. ان ربنا بيبرك كم مشكلة توهمت انك محتاج حد فيها وربنا حلها من عنده، يقولك ده الحمد لله جت من عنده، ده جت من عنده ربنا، جت من عند ربنا. ده اسم الله البر يا اخوانا. الله البر الذي يبر عبادتك. عارف يعني ايه يبر عبادتك؟ بر الله نسكك. عارف يعني ايه ان يبر الله صلاتك، ان يبر الله قيامك، ان يبر الله صيامك، ان يبر الله، انه يغمرك ببره جزاء العبادة ولا حسنة. شفتم انا الوقت في الدعاء قلت لكم حديث الخطير، وكذلك المؤمن ايه؟ ها؟ لا تسقط له دعوة ولا دعوة. طب شوف بقى الحديث الخطير ده في صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنة. يا ايه ده يا رب؟ شوفوا النبي بيقول ايه يا جماعة، ياللي بتجري على الدنيا عشان نجيب الدنيا واحنا مش عارفين الله البر ممكن يدينا ايه بالعبادة. في صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنة. ازاي يا رسول الله؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ايه، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. يا سلام، ولا سجدة يا رب، ولا سجدة، ولا تسبيحة، والله العظيم ولا تسبيحة. ايه والله العظيم؟ والله العظيم دي اسم الله البر، اللي هي ولا حسنة، ولا ليلة قيامة تروح عليكي، ولا مرة ذكرت ربنا وتروح عليك. لما حد بيبعت لي مشاكل على النت ولا الفيس ولا على اي حاجة واعرف المشكلة كده، فتتكلم مثلا انها عبدت ربنا ازاي او عمل، وفي الاخر انا يأسة، انا ابقى نفسي اقول لهم يا اخوانا وما كان ربك نسيا. والله ربنا ما هينسالك. كل مرة اقبلت عليه فيها وانت قاعد الوقت في الجامع بتسمع عنه، وصاحبك قاعد قدام موقع اباح الوقت، وانت قاعد الوقت بتسمع عنه في المسجد، وزميلتك اللي نفس سنك الوقت متبرجة بتفتن الناس عن دين ربنا، ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيتخلى عنك لو انت عبدت ربنا. يبقى سبحان الله العظيم، حديث الخضر يا جماعة في صحيح البخاري، صحيح البخاري يقول لك انما سمي الخضر خضرة، هو سمي الخضر بالاسم ده، لاسم غريب يعني، ايه الخضر ده؟ لانه جلس على فروة بيضاء، جلس على ارض بيضاء زي الارض الجيرية البيضاء، كان ارض بيضاء، فاهتزت من خلفه خضراء. يعني قاعد على ارض بيضاء زي ارض جيرية كده لا يمكن تنبت اصلا، قام مشي الارض اخضرت ونبتت، فاهتزت ايه؟ فاهتزت ايه؟ من خلف. يعني من خلفه؟ يعني هو شاف الارض اخضرت قدام عينه ولا ما شافهاش؟ شافهاش. امال مين اللي شافها؟ الناس. فكذلك الصالحون هم مشغولون بالاستقامة، والناس من خلفهم مشغولون بالكرامة. هو الخضر قام ومشي ما بصش، اللي بص الناس، جلس على فروة بيضاء فاهتزت من خلفه، من خلفه خضراء، بسبب العبادة، بسبب العبادة، بسبب العبادة يا اخوانا. يا جماعة لما الواحد بيقرأ في نعيم الجنة يبص كده يفتكر ساعات في الشركات اللي بتعمل فلل في القاهرة وكده، يكتب لك في الإعلانات نحن نهتم بأدق التفاصيل. تبص في الجنة كده أهي دي الجنة، نحن نهتم بأدق التفاصيل، تلاقي أدق 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 التفاصيل، آيات وأحاديث بتوصفها، كأن ربنا بيقول لك إذا كان دي أدق التفاصيل أمال اللي أكبر بقى أنا هعمل لك فيه إيه؟ أمال اللي أكبر هنعمك فيه قد إيه؟ إذا كان ربنا يوصف لك الكوبايات، الكوبايات، يعني أنا ساكن في قصر، أما أوصف لك الكوباية اللي هيتقدم لك فيها كوباية عصير، أمال الأرضية بتاعت القصر إيه؟ والجنينة بتاعت القصر إيه؟ والستاير بتاعت القصر إيه؟ والجاليري بتاع القصر إيه؟ والسراير بتاعت القصر إيه؟ والنعيم والتكييف، أنت متخيل لما أنا أوصف لك الكوباية يبقى معناها من باب أولى، أمال الحاجات الكبيرة تبقى إيه؟ أمال اللي جوه الكوباية يبقى إيه؟ لما ربنا يقول لك صحاف من ذهب وأكوام، يا رب أنت بتوصف إن الكوباية من ذهب، ده إذا كان ربنا بيوصف لك الكوباية، أمال اللي جوه الكوباية؟ أمال اللي بداخلها؟ عشان كده معنى اسم الله البر بيغير حياتك فعلا، بيلهفك على الله فعلا، الذي يبر وعوده. يعني انت بتصدق ربنا؟ ربنا صادق يا جماعة، ربنا صادق، وإنا لصادقون.
كل مصايب حياتنا بسبب ان احنا مش مصدقينه، بسبب ان احنا شاكين في وعوده. انما لو صدقنا وعوده في الدنيا والاخرة كل حاجة في حياتنا هتتغير. الذي يبر دعائك ولا دعوة، والله العظيم ولا دعوة ولا دعوة. ساعات الواحد كده سبحان الله يجي مثلا ساعة يوم جمعة قبل المغرب او اي وقت، فيرفع ايده كده فجأة ادعي بدعوة. افتكر كده مثلا من 6 شهور، ياه فاكر دعائك من 6 شهور كان ايه؟ محدش له دعوة بدعاء الوقتي. قول سبحانك يا رب، يا ما انت كريم يا رب، من 6 شهور كنت بدعي بكذا وكذا وكذا، الحاجات دي كلها خلصت الحمد لله. انا الوقت بدعي بحاجات تانية اصلا. يا اخوانا ده وعد ربنا، بس انت اقبل عليه. وساعات في دعوات تحس انها بتتأخر اجابتها، بتوقن بقى ان يقينا في حكمة، ان يقينا في حكمة عظيمة. الحاجة اللي بعد كده، الذي يبر عبادتك ولا سجدة ولا تسبيحة هتروح عليك. طيب المعنى الخامس، ذو الإحسان المتوالي المنهمر. يا سيدي ذو الإحسان المتوالي المنهمر، جابوها منين ديت؟ قال لك ما هو يعني ايه بر والدين؟ يعني واحد قاعد يعمل معروف النهارده، طب وبكره بقى كفايه عليكم كده، مفيش حاجه اسمها كفايه عليكم كده، ده بكره كمان وبعده كمان وبعده لحد ما حد فيهم يموت خلاص، هيفضل يبر في امه وابوه. الاحسان المتوالي المنهمر. اخوانا لما سيدنا زكريا تعجب وسال الملائكه ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، وفي آل عمران وامرأتي عاقر، يعني سيدنا زكريا متعجب، قال كذلك الله. هو ده ربنا، هي كده على طول. يعني ايه ذو الاحسان المنهمر؟ تعرفين اتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وانت الذي لم تزل محسنا. لم تزل، ما بتتقطعش، لا يقطع له عادة. وانت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى، يدوم الذي منك عودتنا. اهي دي عودتنا كل خير. عارف اما واحد يقول لواحد ربنا ما يقطع لك عادة لانه كل شهر بيديله مبلغ، او كل، عارفين الجمعيات الخيرية جمعيات البر بتعمل ايه؟ يقول لك شنطة رمضان. يعني ايه؟ يعني يا الاسرة الفقيرة كل سنة توصل لكم الشنطة دي في رمضان. اعانة شهرية، يعني كل شهر هتجيلكوا الاعانة دي. فمن معاني البر العطاء المنهمر المتوالي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايقظوا صواحب الحجرات. ليه يا رسول الله؟ ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ كل ليلة الخزائن بتتفتح وبينهمر منها العطاء. حظك انت ايه؟ سحاء الليل والنهار. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات فيضانات. انت حظك منها ايه؟ طب الخير ده لمين يا جماعة؟ الخير ده لمين يا اخواني؟ يعني تخيل كده اب عنده 5 عيال، فواحد بيقول له واحد انت عارف الراجل ده؟ قال له اه. قال له الراجل ده بيصرف في الشهر 10,000 جنيه. 99% الراجل ده بيصرفهم على مين؟ ها؟ على عياله، على بيته، على عياله ومراته، على اهله. ولله المثل الاعلى، الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات. يبقى غالبا الخير ده رايح لمين؟ لاوليائه، للي بيعبدوه، للي واقفين على بابه. يا بخت اللي بيتعرض لكرم الله، يا بختهم اللي واقفين على باب الله، يا بختهم من العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لهم. سحاء الليل والنهار. يبقى اذا البر الذي يعودك الخير دائما. بالله عليك ما حسيتش بيها؟ انا حسيت بيها في حياتي كتير. مكسوف يعني الواحد كان لسه يعني 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 قبل المغرب كده انا عايز اقول لربنا انا مكسوف يا رب، انا مكسوف. كل مرة اجي وارفع ايدي وارجع تاني ابعد وارجع تاني، لا اصدق فيما عاهدتك عليه من الطاعة، وارجع تاني مكسوف ومدلدل وداني واقول انا مكسوف يا رب ويفتح لي برضه، وارجع تاني واقول يا رب انا غلطان يا رب وبرضه يكرمك برضه. مفيش مرة معاملته اتغيرت، مفيش مرة تحس ان انت يعني ساعات لما واحد يبقى طيب معاك وانت يعني تقسى معاه ولا حاجة ولا تعمل حركة قلة معاه،
فتجيله مرة تانية تلاقيه اتغير، تقول له انت اتغيرت قوي. عمرك ما هتقول لربنا انت اتغيرت، ولله المثل الاعلى، عمره لا يتغير سبحانه وتعالى. كذلك الله، كل ما هترجع له هتلاقي كده، كل ما هتقبل عليه هيقبلك. من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. كذلك الله، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. من اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه بقلوب خلقه اجمعين. هو كده، هو ده ربنا، ما بيتغيرش، ما بيغيرش معاملته سبحانه وتعالى. فده من معاني اسم الله البر، ذو الاحسان المتوالي المنهمر الذي عودنا الخير. عودك انك كل ما هتقف كده ومطرطق كده وحاطط عينك في الارض وتقول له خلاص يا رب الباب يتفتح، يا رب ده انا قلت لك الكلمة دي 100 مرة ولو 1000 مرة، وكل مرة رجعت افتح لك برضو. الغلبان اللي يقول لك انا اذنبت ورجعت في الذنب ينفع يقبل توبتي؟ يا غلبان، ده انت لو وقعت 1000 مرة وكل مرة رجعت له هيقبلك برضو. يا جماعة اعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين. يبقى ده المعنى الخامس. المعنى السادس، الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان. الله الله، انت عارف كن كالشجر ترميه بالحجر فيرميك بالثمر. في ناس كده يا جماعة، في ناس كده، ما هم دول الابرار بقى، هم دول الابرار. ما كل بر الابرار من بر الله البر سبحانه وتعالى، يعني ربنا يصعد له الذنوب ينزل لنا النعم. هي دي، الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان. ساعات يجي اخ غلبان ولا اخت غلبانة تقول انا عصيت وعارفة ان ربنا لازم هيعاقبني والدنيا تتقفل عليا. الواحد زمان كان لما يجي مثلا يعني يعمل حاجة غلط يقول لك ايه، خلاص يبقى مفيش فتح، يبقى ربنا. يا ابني الله لا يقطع الاحسان بالعصيان، ده في بر الوالدين. لو انت ابوك شال ايده لطشك بالقلم بتبطل بر، تبقى ما انتش بر اصلا. اللي بطل بره لما ابوه يزعقله او يشتمه يبقى هو مش فاهم يعني ايه بر اصلا. البر ان حتى لو اسيء اليك تفضل تحسن. الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان. عارفين الرجل اللي كان على نهر من الانهار ووجد عقرب بيجري ناحية المية والعقارب لا تقترب من الماء اصلا، العقارب دي بتعيش في الصحاري القاحلة، فتعجب اخد يراقبه لقى العقرب جاله كده زي ضفدعة فركب على ظهرها وانطلقت به الى البر التاني. الراجل تعجب، ركب وراهم مركب يشوف فيه ايه. بعد كده العقرب نزل انطلق سريعا، لقى واحد زجاجة الخمرة الفارغة جنبه ونايم مخمور بعد ان شرب الخمر وعقر الخمر، وتعبان جاي يلدغه. العقرب انقض على التعبان قتل التعبان. فلما استيقظ الرجل، الرجل صحى، فصحى على صوت التاني بقى ويتعجب. فالرجل مذهول، يا رب ده انا بشرب خمر، يا رب ده انا بشرب خمر وانت بتعمل بيا كده. فقال يا رب اذا كان هذا لطفك بمن عصاك فكيف بلطفك بمن اطاعك. يا رب اذا كان هذا برك بمن عصاك فكيف ببرك بمن اطاعك. يا رب اذا كانت هذه رحمتك بمن عصاك فكيف برحمتك بمن اطاعك. امال يا رب اللي هيعبدك هتعمل له ايه؟ امال يا رب اللي هيقبل عليك هتعمل له ايه؟ معاملة ربنا جميلة يا اخوانا. وده ممكن نيجي ننط لقدام ونجيب المعنى السابع بقى من اعاني اسم الله البر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق. ده البر في حق المخلوق. طب البر في حق الخالق، تخيل بقى معاملة ربنا ليك شكلها ايه؟ تخيل اما ربنا ينزل لك وحي ان البر ما بين المخلوق للمخلوق حسن الخلق، انك انت تسامح، انك انت تدي، انك تكرم، انك تلين، انك انت تخيل بقى. امال معاملة ربنا ايه بقى؟ يعني ايه البر؟ البر اللي يديك، البر اللي يكرمك، البر اللي يفتح لك الباب مهما حصل، البر اللي كل الناس تعاملك عشان تكسب منك وهو الوحيد اللي بيعاملك عشان يكسبك، البر اللي مهما اذنبت ورجعت له يغفر لك،
البر اللي مهما تهت عن طريقه ورجعت له يفتح لك، البر اللي هتلاقي معاه احسن معاملة ممكن تتعاملها في حياتك. لما سيدنا محمد اشتغل عند السيدة خديجة كسب فلوس، لما اشتغل عند ربنا ربنا رفعه لحجاب النور فوق سدرة المنتهى، لما سيدنا موسى اشتغل عند ابو الفتاتين اتجوز، لما اشتغل عند ربنا بقى من اولي العزم من الرسل وهو الان في السماء السادسة، لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. ان البر احسن معاملة، احسن اجر مع ربنا، احسن معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثامن لاسم الله البر، ذو الاحسان الخالص الكامل. الله، خدوا بالكم يا جماعة، احنا الوقت قاعدين نتكلم عن معنى اسم الله البر. خد بالك بقى، انا اسألكم سؤال في الاخر، هقول لكم من فهمكم لاسم الله البر، اشمعنى اهل الجنة لما اثنوا على الله اثنوا على الله باسمه البر، ان كنا من قبل ندعوه انه هو الايه، انه البر، اشمعنى بقى اسم الله البر؟ الذكي بقى اللي هيفهم ان الدرس ده هو من اوله لاخره هو تفسير لماذا اثنوا على الله باسم الله البر، اشمعنى اسم الله البر. اللي هيفهم الدرس كويس هيفهم ان كل كلمة قلناها هي سبب من اسباب ان هم اثنوا على الله باسمه البر في الـ 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 الجنة. البر ذو الاحسان الخالص الكامل، يعني ايه الاحسان الخالص؟ قالك يعني بر الوالدين. طب ليه الشرع ما سماش طاعة الوالدين؟ قالك لان البر ده، عارفين يا جماعة الابرار عكس الفجار، الفجار اللي هم بيتفجروا في المعصية زي المية المتفجرة فيش حاجة توقفها، فقالك الفاجر اللي ما فيش في قلبه ذرة خير تمنعه عن المعصية، فقال لك امال الابرار اللي ما فيش في قلبه ذرة شر تخليه يعمل حاجة غير الطاعة، فقال لك البر ده الخير الخالص. عشان كده قال لك بر الوالدين، يعني ايه؟ يعني ان انت قاعد على طول ما بتعاملهمش غير انك تعمل لهم معروف ورا معروف ورا معروف. قال لك طب يعني ايه حج مبرور؟ قال لك اللي لا فيش رفص ولا فسوق ولا جدال، قال لك الحج اللي ما فيش فيه اي لبخ ولا اي حوض عن الطريق. فقال لك يبقى اذا يعني ايه البر؟ قال لك البر هو الاحسان الخالص الكامل. قال لك طب ازاي بقى انك بتقول ان كل حاجة ربنا عملها لي خير؟ طب ما انا في حياتي ابتلاءات، اهي الابتلاءات دي من بر ربنا بيك، الابتلاءات دي من بر الله بيك. الطفل اللي اتولد وهو مشلول وفيه ما فيه، خدوا واحد راجل اعمال مصري وتبناه وبعته بره وصرف عليه وعمل له عمليات كتيرة لحد ما بقى طفل طبيعي، كبر وبقى شاب، سافر دولة خليجية عشان يشتغل لما بقى شاب، لم يترك كبيرة من الكبائر زنا ولا خمر ولا 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 الا وقع فيها. اهو ده كان ممكن مصلحته المرض ولا مصلحته الشفاء؟ اهو ده لما راق استخدم الصحة في معصية ربنا سبحانه وتعالى وفي الكبائر والموبقات؟ يبقى اذا انت ما تعرفش بر ربنا بيك ايه. ممكن الحاجة اللي انت قاعد دلوقتي ومتضايق منها دي اللي تسجد لربنا شكر يوم القيامة ان هي اتعملت معاك. والله يا جماعة المشكلة اللي مضايقة كل واحد منكم وخانقة كل واحد منكم لو اتحلت عندنا كلنا او ما كانتش بقت موجودة، انا موقن ان 80% منكم ما كانش مننا كلنا ما كانش هيبقى قاعد القعدة دي اصلا. ده احنا اللي مقعدنا بر ربنا لينا ببعض الابتلاءات اللي بتسوقنا الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الاحسان الكامل الخالص. المعنى التاسع، الذي يعطي بلا حدود. يا سيدي يا سيدي، يعني ايه الذي يعطي بلا حدود؟ المعنى العاشر، الملاذ والغوث والملجأ. هنقول الاثنين ان شاء الله باذن الله مع بعض، لان الاثنين جايين من جذر لغة واحد، بس بعد اذان العشاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، اما بعد، بصوا بقى يا جماعة، يعني من معاني البر، قال لك قضية البر والبحر، قضية البر والايه، قضية البر والبحر، قال لك البحر ده متلاطم الامواج، لو انت راكب حتى اتخن سفينة في الدنيا واعظم سفينة في الدنيا فانت بتفضل قلقان لحد ما ترسى على بر. عشان كده في اللغة العامية يقول لك يا عم رسينا على بر، يا عم ارسى بقى على بر، يقول لك عايزين نوصل لبر الامان.
يقول لك يعني قضية ال 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 البر، يقول لك حتى يا عم بر نفسك. يعني ايه بر نفسك؟ اما تكون انت بتستغيث بقى هتموت يعني على حتة جيلاتاية ولا حاجة، وفي جيبك 1000 جنيه وهتقع من طولك خلاص من كتر ما نفسك فيها، فيقول لك يا عم بر نفسك وقتل نفسك يا عم. يبقى معنى البر يا جماعة عكس البحر. البحر المتلاطم الامواج والبر هو الامان. اول ما تحط رجلك عليه تحس بالامان. عشان كده قالك البر الملاذ الغوث. عشان كده يقولك ليه رجل البر؟ لانه يغيث المساكين واليتامى والمحتاجين. عشان كده القمح في اللغة العربية اسمه البر. ليه؟ هو اللي بيجي منه رغيف العيش اللي انت هتموت من غيره، الذي يغيثك من من الجوع. يبقى يا اخوانا كلمة البر، الله البر، يعني جاية من جذر لغوي معناه الملاذ والغوث الذي يغيثك الذي تلوذ به. وهنا في معنى لازم نقف معاها، ماذا لو تخلى عنك الله؟ احنا قاعدين نقول لا يمكن يسيبك طول ما انت ما سبتوش، لا يمكن ما يبقاش معاك طول ما انت معاه. طب لو انت بقى بعد، لو ربنا تخلى عن العبد، انتوا متخيلين يا اخوانا اللي عايش حياته من غير ربنا ده عايش ازاي؟ عشان كده حد يقدر يقول لي اكتر آية فيها تهديد في القرآن العلماء قالوا عليها ايه؟ حد يقدر يقول لي اكتر آية فيها تهديد في القرآن ايه؟ ها؟ ايوه انت قربت منها. وهم منا لا يصحبون. قال لك تهديد من الله للانسان، انا هسيبك لوحدك، هسيبك تواجه الحياة لوحدك، هسيبك تختار لوحدك، هسيبك تواجه الابتلاءات لوحدك، هسيبك، مش هعذبك. يا اخوانا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ثم ننجي الذين اتقوا من على الصراط، وايه ايه ونظر الظالمين، ونظر، مش نوقعهم، ربنا ما قالش وقعهم، نظر بس هسيبه، مجرد ان سابه ضاع ونظر الظالمين فيها جثية. عشان كده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم، بس مش عذبهم، سابهم. مجرد انه يسيبك يبقى انت ضيعت، يبقى انت ضيعت. ده مش ده ربنا بيقولك مش هعذبه انا هسيبه، ده ربنا مش هدد الكفار في سورة الانبياء قال لهم انا هوديكوا واعمل فيكوا، ده قال لهم انا مش هبقى معاكم في الحياة. شوفوا بقى نسوا الله فنسياهم والعياذ بالله. ده الله العزيز بيقول لك انا اغنى اذا استغنيت، وان كانوا قد استغنوا فان عنهم اغنى. لو انت استغنيت انا اغنى عنك منك، يعني انا اغنى عنك، انا الغني عنك، انت اللي محتاج لي. يبقى عشان كده يعني وهم منا لا يصحبون. شوف بقى يا ابن ادم وعزتي وجلالي، ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك، وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك. شوف كرقد الوحوش في البرية، امشي في الشارع وشوف الكلمة دي. شوف من اصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عيني. هات صبعك كده بين عينين، واحد تلاقي عين الاتنين اتحولت على صبعك بين عيني. يبقى كل اللي حواليه نعم وما هوش شايف غير الحاجة اللي ناقصة عنده. يبقى ربنا مديله مليون نعمة، بس لانه بيحب الدنيا ربنا يخلي عينيه الاتنين كأنهم محولين، نظره كله مش متجه غير للحاجة اللي ناقصة عنده، جعل فقره بين عينيه. ماذا لو تركك الله؟ شكا سيدنا زكريا بيقول رب لا تظرني، لا تتركني وحدي يا رب، لا تظرني فرضا، انا وحيد يا رب، انا وحيد، انا اعيش هذه الحياة واحمل هم هذه الدعوة وحدي. فبيقول رب لا تظرني فرضا، ما تسيبنيش وحيد يا رب، ارزقني من يشاركني في الهم. ومن عشان كلمة سيدنا موسى اشركه في امري، كده كده هارون كان هيمشي ورا موسى، انما هو عايز الشراكة في الهم والشراكة في المسؤولية. يبقى اذا من معاني البر الملاذ والغوث. طب ماذا لو تخلى الله عن عبده بقى ولا عياذ بالله؟ يروح فين؟
يروح فين؟ عشان كده ليس لك الا البر. هو واحد جوه بحر هيروح فين؟ لازم بر يرسى عليه. طب لو مفيش بر ضاع، مجرد ان مفيش بر يروح يعمل اللي هو يعمله، ضايع ضايع. او بالظبط كده، تخيل لو الدنيا ديت بحر بلا بر. البر ده الملاذ الوحيد والمنجى الوحيد، يبقى ما ينفعش تستغنى عنه، ما ينفعش. يبقى ده معنى الملاذ، معنى معنى عالي جدا عالي. عشان كده العرب سموا البر الايه؟ القمح. لانك انت مش لاقيين ياكلوا عيش، قالت لهم كلوا جاتوه، مفيش بديل، ما ينفعش، مفيش عيش، الناس هتموت من الجوع. بعد كده يا عم هات لي تفاح، هات لي جاتوه، هات لي اي حاجه، انما لازم القمح، لازم الخبز، لازم القوت الاساسي، لازم الاقوات الاساسيه. يبقى عشان كده ليه سموهم رجال البر؟ لان اليتيم هيروح فين؟ والمسكين هيعمل ايه؟ يبقى اذا يا اخواني في الله، من معاني اسم الله البر المعنى التاسع، وهو الملاذ. زي ما ربنا قال للنبي: الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كنت هتعمل ايه من غيره؟ مش ممكن من غيره كنت هتعمل حاجة. المعنى العاشر: الذي يعطي بلا حدود، ذو الإحسان بلا حدود. جابوها منين؟ جابوها من ان البر في اللغة هو، قالك مش اي حاجة تسمى بر. يعني واحد راكب سفينة في البحر، السفينة رست على جزيرة، ما يقولكش انا وصلت البر الامان. ليه؟ لسه جزيرة، هعمل ايه بعد كده؟ قالك البر ده هي الارض التي لا يدرك البصر مداها، اللي الواحد يفضل يبص كده ما يجيبش اخرها، وكل ما يدخل ما يجيبش اخرها تاني. قالك هو ده البر، هو ده الامان. يبقى الذي الساحل الذي لا حدود له، هو ده البر، هو ده البر لغة. يبقى ذو الاحسان الذي لا حدود له. يا سلام يا سلام بقى لما تشوف بقى يعني في الجنة يوم الجمعة يوم المزيد، كل جمعة اسمه يوم المزيد. يعني يوم المزيد ده مش اول جمعة في الجنة، يوم المزيد ده كل جمعة في الجنة اسمها يوم المزيد. نعيم الجنة كلها بتبقى نيولوك، الجنة كلها بيزيد نعيمها. الراجل يقول لمراته: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. تقول له: وانتم ازددتم بعدنا. جمال اهل الجنة كله بيتضاعف يوم الجمعة، نعيم الجنة بيتضاعف كل جمعة، النظر لوجه الله بيتجدد، يبص لوجه الله تاني كل جمعة. يعني الجمعة دي اسواق الجنة بتنصب يوم الجمعة، فيبدأ اهل الجنة بقى ايه؟ ده عنده يخت على نهر الكوثر، وده عنده مثلا فيلا في منتجع من المنتجعات السياحية بتاعت الجنة. يقول له: تبادل؟ يقول له: تبادل وبادل. فانت تدخل جنة ما كنتش داخلها قبل كده، وهو ياخد صنف من اصناف النعيم ما كانش عنده قبل كده. يبقى يوم الجمعة ده يوم عظيم في الجنة، يوم عظيم في الجنة. يبقى ذو الإحسان، عشان كده يسمى يوم المزيد على طول، زيادة مستمرة. اهدنا الصراط المستقيم زي ما قلت لكم قبل كده. وانت بتقول اهدنا، وانت لسه شاب مش ملتزم كنت بتقول اهدنا، وما بقيت ملتزم اهدنا، بقيت داعية بتقول اهدنا، بقيت شيخ الإسلام بتقول اهدنا. قال له: هو ايه ده كمان يا رب؟ طب ما انا هديتك، عايز كمان. كلمة رهيبة بقى لما امطرت السماء جرادا من ذهب على ايوب عليه السلام، فقعد يحثو، فربنا بيقوله: ألم أكن أغنيتك من فضلي؟ فقال: ومن يشبع من فضلك يا رب. كمان يا رب، كمان، كمان في الدنيا، وكمان في الدين، وكمان في الجنة، وكمان في الهداية، كمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف يدعي، يركع يدعي، يقوم يدعي، يسجد يدعي، يخلص الصلاة يدعي عليه الصلاة والسلام. في دعوة واحدة رفع ايده طلب من ربنا 46 طلب قبل ما ينزل ايده: وثبتني، وثقل موازيني، وحقق ايماني، وارفع درجاتي، واسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم اني اسألك فواتح الخير وخواتمه واولى واخرة وجوامع. 46 طلب طلبه قبل ما ينزل ايده، في رفعة ايد واحدة بس. يبقى ده البر الذي لا حدود لإحسانه. اطلب يا عم، يا عم اطلب، ما تقولش كفاية، ما تتكسفش. ومن يشبع من فضلك يا رب، كمان يا رب، ده شعار المؤمن في حياته. يبقى ده المعنى العاشر. المعنى الحادي عشر: المصلح المطهر. يعني ايه الله البر؟ يا جماعة كل الأديان هتموت عشان توصل للبر، كل الأديان. ايه البر ده؟ قلت لكم يعني ايه الأبرار؟ الأبرار الأطهار، الخالص الطهارة. طب ايه قيمة يعني ان انا ابقى من الأبرار؟ يعني
ايه قيمة يعني الابرار؟ الذي يمشي على الارض وليس عليه خطيئة، مفيش ولا ذنب في صحيفته، وليس في قلبه شهوة او شبهة. طب ايه يعني القيمة يعني؟ طب ما لا، ده القيمة كبيرة قوي. ايه اول حاجة؟ انه لا يدخل الجنة الا الابرار. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عليك ذنوب او في قلبك شهوات وشبهات لازم تتطهر قبل ما تدخل الجنة. طب دي بتتطهر ازاي؟ بتتطهر بمصايب الدنيا. طب افرض ما كفاتش؟ بتشديد الم الموت، ما كفاش عذاب القبر، ما كفاش اهوال القيامة، ما كفاتش يدخل النار يتطهر ويخرج. يا نهار ابيض. يبقى اذا عرفت قيمة انك تبقى من الابرار، لا حساب لا عذاب. والقيمة التانية ان الابرار يلحقوا بالجنة وبملكوت السماء قبل يوم القيامة. ليه؟ لانه ما عليهوش حاجة. ما اللي مدفون في القبر ده، مسجون في القبر ده، ده يقول لك 40 يوم على ذمة القضية، محبوس 40 يوم على ذمة القضية، ده محبوس على ذمة القضية. وان نعم في قبره فبرضه لسه عليه ملفات هيتسأل عنها يوم القيامة. انما اللي ما عليهوش حاجة ولا يسكن القبر اصلا، أليس من نعيم القبر من يدخلون الجنة قبل يوم القيامة؟ فالأبرار دول حاجة، عشان كده وتوفنا مع الأبرار، حاجة عظيمة جدا. فكل الأديان قالت ربنا بر، إنما النصارى قالك ربنا بر. بس ما ينفعش ربنا يطهر عبده العبد النجس إلا لما يعني النصارى قالك العبد نجس، ما ينفعش، ده لا يستحق إلا الموت. أما قريت مقالاتهم يا جماعة عقل طار. أما قريت مقالاتهم يعني وانا قاعد اقرا كده، يعني نظره النصارى لاسم الله البر، انا والله لم اتخيل ان في ناس بتفكر كده. يقول لك البني ادم ده نجس، البني ادم ده لا يستحق الا الموت والاعدام. ليه؟ عشان سيدنا ادم اخطا. طب وانا مالي؟ انا ابويا عمل كذا وكذا، انا مالي؟ مفيش حاجه اسمها انت مالك، كلكم شايلينها. طب وبعدين نعمل ايه؟ خلاص، طب هصلي وصوم طول عمري. لو صليت وصمت لخمسين الف سنة انت نجس برضو. قال لا. ليه؟ هي كده، لا ابتلاءاتها تطهرك ولا عبادها تطهرك. طب ليه؟ لان ابوك ادم عاصى. طب الحل ان تؤمن ان الاله ذبح من اجلك. يا نهار اسود يا اخويا، ده بيفكروا ازاي دول؟ ده جابوا مخهم ده منين؟ طب قطعين البطاقة. طب افرض البعيد امن ان الاله صلب من اجلي وقعد يزني كل يوم، كل يوم يزني، بقى طاهر. ليه؟ لانه امن ان الاله صلب من اجلي. طب افرض ما امنش ان الاله صلب من اجله وقعد يصلي ويصوم ليل نهار، نجس. ليه؟ لانه ما امنش. الله. طب اللي ماتوا قبل ما الاله يصلب، سيدنا ابراهيم هيروح فين؟ سيدنا موسى هيروح فين؟ ما كل دول ما امنوش، هيروحوا فين؟ يقول لك لا بقى، ما هو من بعد ما لا. يا اخوانا قولوا كلام يتعقل، قولوا كلام يدخل الدماغ. ثم اشمعنى الايمان بالصليب؟ يقول لك هو كده. اشمعنى يعني؟ يقول لك اصل ده اللي الاله صلب عليه. يعني انا لو واحد يعني اكتر حبيب ليك مثلا، واحد مسكه ضربه بالجزمه وده حبيبك، تقوم تعبد الجزمه؟ ده المفروض اكره الجزمه مش احب الجزمه. هي كده الواحد يا اخوانا عقله طار. هي الناس دي بتفكر ازاي؟ تعالوا شوف عندنا في الاسلام بقى، ربنا قال لك لا، كل انسان ممكن يبقى من الابرار، بس بشرط ايه؟ العمل الصالح الذي يطهرك الله به، والصبر على الابتلاءات التي يطهرك الله بها. الله اكبر. عشان كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال لك يعني ايه حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال لك يعني الجنه مش بركعتين، ده انت لازم تطلع من محبوباتك، ما ترميش لربنا فضول وقتك. لا، لن تنالوا البر اي لن تنالوا الجنة، لن تنالوا البر اي لن تنالوا عطاءات الدنيا وبر الله بكم واحسانه في الدنيا، لن تنالوا البر اي لن تنالوا مقام الابرار، لن تنالوا البر اي لن يجمع الله لكم خير الدنيا والاخرة ويملأ حياتكم بالعطاءات والنفحات حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انت متخيل ان ربنا بيقول لك الجنة مش بركعتين، عايز تنال المقام ده ابذل. هو ده الكلام يا اخوانا، هو ده الكلام. ليس البر من امن ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن جاء اجل تحصيل الايمان توصل لدرجات الابرار والمقامات الابرار. يبقى اذا البر اي مصلح المطهر الذي يصلحك ويطهرك، كما قال تعالى
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال لك يعني ربنا بيقول لا يمكن هسيبك بعيوبك وأمراضك ده إلا لما ابتليك ابتلاءات أو امتحنك امتحانات تطهرك وتطهر قلبك مما هو فيه. المعنى الاثناشر البر أي الطاهر اللي ما عندوش غش ما عندوش خديعة، ربنا طاهر من كل هذه العيوب، أجمل معاملة في الدنيا. المعنى الثالث عشر البر الذي يصلك ولا يقطعك. الاسم ده يخص بالذات كبار السن اللي يقولك أنا خايف ولادي يسيبوني لوحدي، أعيش لوحدي إزاي وحيد؟ اللي مسافر في غربة هعمل ايه في الغربة؟ هعيش وحيد في الغربة ازاي؟ يا جماعة اسم الله البر اهل الجنة ذكروه لما ربنا اداهم اولادهم وامهم وابوهم وزوجاتهم في الجنة. الذي يصلك اللي بيمتعك بالانس اللي بيمتعك بالصلة، يعني الجيرة الجيران من اثار اسم الله البر، الرحم من اثار اسم الله البر، النسايب من اثار اسم الله، الزوجة والاولاد من اثار اسم الله البر. معنى كبير قوي ومعنى عظيم قوي ومعنى يعني فعلا عالي قوي اسم الله البر. فهمتوا بقى السؤال اللي انا عايز اسأله لكم الوقت بقى؟ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. اشمعنى قالوا اسم الله البر؟ ها اشمعنى لما دخلوا الجنة قالوا اسم الله البر؟ اللي يقول يرفع ايده بقى ويقول لي من الدرس اللي فات ده اشمعنى اسم الله البر جه مع الجنة من جوه الجنة ليه؟ لانه ولا وعد وعدهم بيه الا وصدقهم. لما دخلوا الجنة لقوا كل وعود ربنا صدق في القبر وفي القيامة وفي ظل عرش الله وفي الشرب من ايد النبي وفي الجنة، يبقى لقوا ولا وعد لم يصدق. طيب السبب التاني اللي خلاهم يقولوا اسم الله البر ايه؟ لانهم وجدوا الاحسان البالغ والاحسان المتوالي المنهمر والاحسان الذي بلا حدود والاحسان الكامل الخالص، ووجدوا الاحسان الذي لم يقطع عنهم بسبب ما كان منهم في الدنيا من عصيان، بهروا بالاحسان والبر. سبب السادس او سبع ها؟ لانهم لقوا ولا دعوة رفعوا ايدهم لربنا بها في الدنيا الا واستجابها لهم في الجنة، عرفوا قيمة الدعاء في الاخرة. السبب الثامن او التاسع الاغاثة، لانهم لقوا ان ربنا اغاثهم من عذاب القبر ومن حر القيامة ومن لفح جهنم ومن الوقوع من على الصراط، فعرفوا ان ربنا البر الذي اغاثهم. ها عشان ايه كمان؟ قول. عشان العبادة، لانهم لقوا ولا تسبيحة الا وخدوا ثوابها، ولا 12 ركعة نفل الا وخدوا بيها بيت في الجنة، ولا ليلة قيام الا خدوا ثوابها، ولا يوم صيام الا خدوا ثوابه في جنة الريان، فعرفوا ان ربنا بيبر عبادة عبده. سبب العركان الذي نعيم رؤية وجه الله ونعيم الانس في الجنة وحياة اجتماعية، الذي وصلهم في الجنة به وبالخلق ممن يحبونهم ويأنسون به. جميل جدا النجاة برضو والغوص، جزاك الله خيرا. يبقى برضو الاحسان البالغ العظيم المهول. ها ايه كمان؟ ها والملاذ واغاث، ولانه طهرهم بلا الام. مش التانيين بيقول لك مفيش طهاره غير بالالام، وطهرهم بلا الام، يبقى المصلح المطهر. العاصي اللي عنده ياس من رحمه ربنا شاف بر ربنا وكرم ربنا، وايه كمان؟ ها لقوا الزيادة احسن معاملة، فوجئوا ان ربنا عاملهم معاملة عمرهم ما كانوا يتخيلوها. ايه كمان؟ ها ايه كل هذه المعاني بقى نقعد ندور ونقعد نفتكر. عشان كده انا كنا من قبل ندعو، ندعو بايه؟ الاية ما قالتش ندعو بايه، ندعو بايه ما قالتش، كانوا بيدعوا بكل حاجة، وندعو مضارع مستمر، كانوا بيدعوا ربنا ليل نهار. الا انه هو البر الرحيم، لما عرفوا الله البر، لما شافوا بر ربنا بيهم في الدنيا، عرفوا ربنا ممكن يديهم كل حاجة ازاي. عشان كده في قراءة انه
هو البر، أي لأنه هو البر يعني نجوا بسبب معرفتهم لاسم الله البر. طب ليه الرحيم مع البر؟ ليه البر الرحيم؟ ليه الرحيم مع البر؟ لأن ممكن راجل بر يروح لأسرة فقيرة يبص الشقة كده يقول لهم 50 جنيه كل شهر، طب وانا اعمل بايه بال50 جنيه بتوعك؟ مش هيكفوني. وممكن واحد يقول لهم 2000 جنيه كل شهر، ما عدتوش هتحتاجوا حد من حد. فربنا لما بيبر بيبر بيغرقك. البر الرحيم، ولأنه رحمهم فبرهم وطهرهم بلا آلام بلا آلام. طيب ليه إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر؟ إيه علاقة الدعاء باسم الله البر؟ لأن البر هو الذي لا يضيع لك دعوة. طب وإيه كمان؟ إنك لو عايز تعرف البر ارفع إيدك وادعي، ارفع إيدك وادعي وارفع إيدك وقول يا رب. اسم عظيم قوي، لو غاب البر من الحياة تخيل الحياة تبقى غابة إزاي؟ أمال بر ربنا بقى لو قطعوا عنك؟ اسم الله البر اسم جميل قوي، أوعى تخسره، اوعى تخسر بر ربنا بتقصيرك في العبادة او تقصيرك في الدعاء او عدم تصديقك لوعود ربنا. صدقوا ربنا يا جماعة، صدقوا البر الرحيم، حياتكم كلها تتمري بر من ربنا. ياما برك، ياما استجاب دعائك، ياما صدقك وعده، ياما بر الأمة كلها وخلاها اعلى أمة في التاريخ لما اقبلت عليه وصدقت ربنا. ياما يا اخوانا، ياما ربنا اداك ثمرات لعبادتك في حياتك والله العظيم. لسه اخ من اخواننا يعني معانا، يعني مش مهم بقى، عربيته مسروقة وسعالي في خدمة من الخدمات كده اليومين اللي فاتوا دول وتعب عشاني فعلا ربنا يحفظه. لقيته بيتصل بقى قبل الدرس، عربيته مسروقة من شهر، لقيته بيتصل بقى قبل الدرس بيقول لي لقينا العربية محطوطة قدام البيت. قلت له يعني ايه؟ قال لي محطوطة قدام البيت، يعني الحرامي تاب يعني ولا يعني انا افهم ان يا اما البوليس لقاها يا اما الحرامية اتصلوا بيه قالوا له ادفع 10,000 جنيه وتعالى خدها. انما في حرامي يرجع عربية يا ناس، اهو ده اسم الله الايه؟ البر. مش انت خدمت اخوك، انا اجيبها لك لحد عند تحت بيتك، مالكش دعوة. جت ازاي بقى؟ الحرامي شرب حاجة، الحرامي حصل له حاجة في دماغه، مالكش دعوة. حرامي اللي بعد شهر بسرقة العربية محطتها تحت البيت تاني، ده ايه؟ آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، عشان نصدق بر ربنا ونعرف ربنا غامرنا قد ايه في فضله وغامرنا قد ايه في كرمه. ربنا يبارك فيكم ويسددكم ان شاء الله بإذن الله. بذكركم يا اخواني بإذن الله مرة تانية موضوع تحفيظ المحطات السبعة، بذكركم مرة تانية بتحفيظ. فضلوا مني تلات تحفيظ، الرجل بقى رجع تاني كده زي الاول كده، وفضل الله الشباب بدأوا يقبلوا تاني، اللهم لك الحمد. وعايزين ان شاء الله نجتهد تاني في تحفيظ المحطات السبعة ان شاء الله بإذن الله. وبذكركم تاني بالرحلة، يعني ان شاء الله بإذن الله يعني غالبا هنخليها في اخر الاسبوع بدل السبت، عشان نقدر بإذن الله سبحانه وتعالى ان برضو اللي اتأخر او كده يلاقي فرصة انه يطلع معنا، اللي عايز يشترك في التحفيظ هذا الاسبوع. تعرفين طبعا دار البيان اللي فيها التحفيظ، ما تضيعوش هذا الامر على نفسكم يا اخواني. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بذكركم بالورش بعد الدرس ان شاء الله، سواء الورش الرجالية او الورش النسائية، ذلك المشروع العظيم الجميل اللي ربنا فتح علينا به فتح مبين. فضلوا مني تلانا الاسبوع اللي فات ده كنت مع ورشة من الورش، مع ورشة ماسكها بعض اخواني، رحنا مع بعض المقابر مع الاخوة بتوع الورش، وقعدنا مع بعض جلسة في المقابر في غاية الجمال والله يا جماعة. وقعدنا نتدبر في القبور ونتذكر المواعظ على القبور، وكل واحد فينا يقول بقى ايه الحاجة اللي خرج بقى من المقابر. جلسة ايمانية رقراقة جميلة، يعني اتمنى ان كل الورش بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى في اشتراك معاها اصلا في هذه النشاطات بتاعتها والنشاطات الايمانية والتربوية بتاعتها. عشان كده الورش، نشاط الورش دي مسؤوليتنا كلنا، وكل واحد في ورشة يقترح ما تيجوا نروح مقابر، ما تيجوا. وان شاء الله بإذن الله في برنامج علمي وتربوي زي ما قلت لكم بيتجهز ليكم بإذن الله، وهتبدأوا تحسوا بيه كده مرة كده بإذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، ربنا يجوزكم، ربنا يكرمكم بكرمه. يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم، يا رب يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا خير المنزلين، يا رب العالمين، يا رب
اللهم إنا نتوسل إليك أن تفرج كروبنا يا رب. اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اللهم أعمر صدورنا بما أمرت به صدور المخلصين، اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب. لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب، وأعطنا ولا تحرمنا يا رب، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم بارك لنا في صحبتنا وأخوتنا فيك، اللهم بارك لنا في صحبتنا وأخوتنا فيك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم أعطنا يا حميد، اللهم اغمرنا بكرمك يا ودود. اللهم إنا نسألك من نفحاتك وبركاتك يا وهاب يا رب. اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرب إخواننا وأخواتنا، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب، اللهم ثبتنا جميعا على دينك حتى نلقاك يا رب. اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.